السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على سيتر وين بيرلانغو. سيتر وين بيرلانغو سياره عمليه، سياره تاع الخدمات، وسياره عائليه بامتياز. قبل ما نهضروا على سيتر وين، خلينا نكتشفوا سيتر وين اللي تكريت سنه 1919، شركه فرنسيه بامتياز. دابا تقريبا 103 سنين ولا بحال هكذاك، يعني شركه عندها اكثر من قرن، وكتنتمي حاليا للجروب تاع البي اس ا اللي فيه البيجو والاوبيل والسيتروين، ودخل معهم ست تويوتا في هذا النوع، في هذا الصنف تاع السيارات، السيارات العمليه والعائليه. اهم المنافسات تاع السيتروين بيرلانغو كاين نيز الاوبيل والبيجو في اوبيل كومبو والبيجو بارتنر، وحتى تويوتا في البرو اسيتي. اول جيل كاين في السيتروين بيرلانغو تلونس سنه 96، استمر حتى 2008، حقق واحد النجاح مهم بان في السوق. وفي 2008 تطور هذا الجيل هذا وتلونسا واستمر حتى 2018، اللي حقق اكيد واحد الطيف تاع النجاح تاع الجيل الاول. ودابا حاليا معنا الجيل الثالث. الا شفنا ليستوريك ديالها راه تقريبا تباعت 2 مليون طوموبيله، لا برودكسيون ديالهم وصلت حتى 3 مليون تقريبا. هذا كيدل على ان النجاح، على هذا النجاح هذا، وعلى الطوموبيلات تطورات من ناحيه الديزاين، من ناحيه السيكوريتي، ومن ناحيه الموتوريزاسيون ديالها. هادشي كامل هو اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا، ونقول لكم البري ديالها واش بون شوا ولا لا. بقاو معايا. سيتر وين بيرلانغو فيها 3 لي فيرسيون زائد الطاكسي. كاين لونطري دو كان سميتها لايف كتكون 75 شوفو، وكاينه فيل ب 75 شوفو، وكاينه شاين ب 95 شوفو، زائد الطاكسي اللي فيها جوج، طاكسي بسبعة البلايص وطاكسي بسبعة البلايص زائد الكليما. كيف ما كتشوفوها هما الفولون، هو عندك هنايا بوست راديو في الكونسول سونترال، كاين فيه راديو بلوتوث، عندك هنايا عنسى الفرن مانيويل، بواط فيتاس 5 صالي رابور مانيويل، لي غوتخو فيزور غابطابل، لي فيت فيتر الكتريك، بواطاكو هنايا دي زي سباس دورونجومون، حاجة مزيانة. كيف ما قلتلكم راديو بلوتوث، مزيانة الخوت. عندك الريغيلاتور والليميتور دو فيتيس، عندك دو بورت ايكوليس، و طوموبيله سباسيوز في الطاكسي 7 البلايص، وفي العاديين 3 الاولى اللي قلت لك 5 البلايص. هادشي مزيان، طوموبيله تاع الخدمه تاع العائله، عندها ما تقول تبارك الله، تبارك الله كبير. فوالا تاع الخدمه اللي زرها، الكوفر ديالها كيس 770 اترو، ما شاء الله واسع وكبير. كيف ما كتشوفوا طوموبيلات خمسة البيبان هادي، زد اللي عندك لي غو الروايد ديالها، تاع الروايد ديالها كحل 16، تاع 16 بوس اون جولي فور. ايوا الطوموبيله ما شاء الله. من ناحيه لا سيكوريتي فيها لي رادار على حسب، فيها الاي بي اس، فيها الاو اس بي على حسب، الريغيلاتور ليميتور دو فيتيس، فيها لي زيرباك من القدام. هذا من ناحيه لا سيكوريتي. انتما شوفوا الكوفر ديالها كي كبير، وعندك هذوك لي بونكيت اغيير غابطابل، يعني هاد الكراسي تاع اللور باش تزيد، باش تولي عندك بحال قلتي فان من اللور. هذا من ناحيه لا سيكوريتي، من ناحيه لي زوبسيون لي فيها. جيو نشوفوا الكوفر ديالها هو، وخليني ندوي لكم شويه على الموتوريزاسيون ديالها. الطوموبيله فيها 5 البيبان كيف ما قلت لكم، سيتر وين بيرلانغو. الموتوريزاسيون ديالها ان 6 اتش دي اي، كاين على حسب الفيرسيون تاع 75 شوفو، وكاين تاع 90 شوفو، وفي الطاكسي كاين تاع 72 شوفو. بويسونس فيسكال ديالو 6 تاع الخيل، لي رابور كيف ما قلت لكم تاع البواط فيتيس 5 تاع لي رابور مانيويل. الكونسوماسيون ديالها 5.4 في كل 100 كيلومتر، حاجه مزيانه ما كتكونسوميش. طوموبيله واسعه وكبيره وتقدر وكتستقل. لا فيتاس ماكس ديالها 172 كيلومتر بارور، حاجه مزيانه. هذا من ناحيه الموتوريزاسيون اللي فيها. اجي نهضروا شويه على البري ديالها. البري لونطري دو كام نقدروا نقولوا كاين دابا دي برومو كتبدا من 15، في اللايف الفيل كدير 16، شاين كدير 19، في الطاكسي بسبعة البلايص كدير 20 مليون، وفي الطاكسي تاع 7 البلايص زائد الكليم كدير 21 مليون،
وهذا من ناحيه لي بري. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونشوفوا ان شاء الله في فيديو قريب. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب، هادشي زوين بزاف الخوت، تنحييكم بزاف.